على اثر معلومات تحصل عليها فرقه التطهير التابعه للمصلحه الولائيه للامن العمومي لامن ولايه تبسه، مفادها دخول شاحنه تبريد للسوق الاسبوعي على اساس ان الشاحنه معروضه للبيع، وبعد استغلال المعلومه من طرف عناصر الشرطه تم توقيف الشاحنه وتبين انها محمله بكميه جد معتبره من الاسماك تقدر باكثر من قنطار ونصف، حيث تم تسخير الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحيه والذي اكد عدم صلاحيه الكميه المحجوزه للاستهلاك البشري. وبعد اختيار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة تم اتخاذ جميع الإجراءات الجزائية ضد المخالف وجري التنسيق مع مكتب الصحة لمباشرة عملية الإتلاف. تزامنا مع هذه العملية تمت عملية حجز أكثر من 11 قنطار من اللحوم البيضاء والحمراء من طرف قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة الشريعة، وذلك إثر عملية مراقبة